حلمك شويه يا هانم، الدنيا مطرتش. انت مش سامعني يا بني ادم انت؟ دي ناس فاضيه بقى وغاويه شكل. طب بقول لك ايه، لفي وتعالي اقفي في دورك. سيب اللي في ايدك ده وتعالى مون العربيه. لما انت تيجي وتقفي في دورك. واني بقول لك تعالى احسن لك. بالراحه عليا شويه بس عشان صحتك. بقى كده انت بتتريق عليا وبتطنشني؟ طيب يا هاني ما انا ما طنشتكيش، بقول لك تعالي اقفي في دورك، وبعدين بقى ما تطلعيش غلبك عليا. انت عارف انت بتتكلم مع مين انت يا جربوع؟ لا لا لا، بقول لك ايه، انا مش جربوع، وبعدين هكون بكلم مين يعني؟ بنت اللورد كرومر؟ كلنا ولاد تسعه يا اختي. كده؟ طب انا هتصرف مع اللي مشغلينك يا حقير. بعدين بقى اسمعي يا بت، انت انا مش عايز اقل ادبي عليك علشان انت واحده بنت. حلواني يا حلواني. امور يا هاني. الولد ده يمشي من المحطه. حاضر يا هاني حاضر. يا نهار اسود، ما لقيتش غير الهانم، كنت شاكل معاها غريب. يا ريس انا واقف في حالي وبشوف شغلي، هي اللي بتقول شكل للبيع. طب استنى وعدك من ابوها بقى. مين ابوها يعني؟ مين ابوها يعني؟ الحاج سليمان صاحب المحطه اللي مشغلك فيها. اهدى ايه بس؟ انا اتبهدلت واتهزقت. روح يا سوزي، حازم برضه. حازم مين وزفت مين؟ انا اتهزقت من واد ما يسواش. وفين؟ في البنزينه بتاعتنا. خدت نمره عربيته؟ لو خدت نمره عربيته انا اجيبه لك من قفاك. عربيه ايه؟ ده بيشتغل عندنا في البنزينه. ماني خلاص بقيت ملطشه. طب اهدي 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 وحياتك، حاجي معاكي هلبس الجزمه واجي اخرم لك عينيه. ايوه انا بقيت ملطشه من حازم النصاب، وملطشة من الواد اللي بيشتغل عندنا، وابويا مش فاضيلي اصل مشاغله كتير، اخويا متدهول وبعيد عني على طول. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. انا هخلي نهار كوبيا النهارده، يلا بينا اللي جاهز. الواد ده لازم يعرف ان الفار اللي بينطط من نصيب القطط. يلا بينا. شوف يا اخويا هتعمل ايه. ايه ده؟ الفين العزم؟ مش تباركوا للحاج بقى رئيس اللجنه؟ لجنه ايه؟ لجنة الحد من الجريمة. واني بقى هرتكب جريمة النهاردة. جريمة يالا اللي بتقول عليها، هو ايه اللي حصل؟ بابا انا اتهزقت واتبهدلت من واحد بيشتغل عندنا. ده ما عاش ولا كان اللي يمسك بكلمة. انا رايح للواد ده دلوقتي اجيب كرش على ايديا. اقعد بس انت، هدي اعصابك انت، وانا كل حاجة هحلها بالتليفون. هو اسمه ايه الواد ده؟ معرفش. طب بيشتغل فين؟ في محطة البنزين بتاعتنا. اطلب لي المحطة على التليفون يا وليد. محطة البنزين مش محطة مصر. ايوه مصطفى، يا ايه المشكلة اللي حصلت عندك في المحطة مع بنتي؟ ومين اللي عمل المشكلة دي معاها؟ ده الواد غريب اللي لسه شغال النهارده. بس بصراحة يا حاج، هو الناس كلها قالت انه ما غلطش بكلمة واحدة. غريب؟ ها ايوه ها ايوه، ده بيقول انه ما غلطش وكل الناس شاهد على كده. شاهده؟ مش رجاله وبيشتغلوا معاه يبقوا لازم يشهدوا؟ ايوه صح، يعني يشتمها ويشهدوا معاه. انا بقى ايدي بتاكلني وهلعب لك البخت في عينيه، يعني هلعب لك البخت في عينيه وهعمل لك جريمه النهارده. انا مهمتي الحد من الجريمه. يعني ايه؟ يعني انا هتصرف. اديني الواد اللي اسمه غريب ده. يا غريب تعال اكلم الحاج. السلام عليكم. ايوه يا حاج. ايوه يا غريب، ايه اللي حصل؟ بابا انت بتقول له ايوه يا غريب؟ الواد البلطجي ده صاحبك؟ مهما كان يا اخي، مهما كان اللي قالته، ما صحش برضه كنت ترد عليها. يا غريب، الحاج قال لك ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ وكل ده بتعمل ايه في التليفون؟ لا
لا مالكش انت دعوة بالحاجات دي، انت مالكش دعوة، انت تيجي تقعد هنا وترد على سيدك. سلام. سلام. ايوه يا حاج. لا ده قلع هدوم الشغل وماشي. حاضر يا حاج، مع السلامة يا حاج. حق يا بابا، كرامتي وكرامتك، ده بهدلني وضحك عليا كل الناس اللي كانوا هناك. حبيبتي ده واد غلبان بيجري على اهله بعد ما عالم ولاد حرام اتسببوا في دخوله السجن. انت ازاي يا بابا تشغل عندك الاشكال دي؟ صعب عليا، بعد ما خرج من السجن ولقيته بيجري على امه، شغلته عندي وكلته عيش. ما الواحد لازم يبقى في قلبه رحمه يا بنتي. يعني ايه؟ عايز نتنازل عن حقي؟ الواد ده لازم يطرد. طرد؟ ايوه يا بابا. بعد اللي عرفتوه عنه وبرضه عايزين نطرده؟ الاشكال دي لو سبنا لها الحبل كده على الخارج هتسوق فيها. خلاص مفيش فايده بعد اللي عرفتوه عنه، بس نديله فرصه اسبوعين ثلاثه لحد ما يلاقي حته ياكل منها عيش. ما الواحد برضه لازم يبقى في قلبه رحمه يا عالم. السلام يا حاج على قلبك الكبير. طبعا ما انت بقيت رئيس لجنه الحد من الجريمه. اهو الواد كلاباندا اللي قدامكم ده كان مرمي في الاحداث، خدته شغلته بقى كويس، هو اخلاقه كويس، هو بني ادم كويس. ايه يا صالح؟ تعالي بحكي لك عشان تشوف لي حل تقوم تضحك عليا. يا جدع يا جدع انا مش بضحك عليك، انا بضحك على قله عقلك. ليه بقى؟ انت عارف ان انا ما كنتش موافق انك تشتغل مع سليمان، صح؟ صح. ولا حد فينا كلنا كان موافق. مظبوط. قمت بقى حضرتك عملت لي فيها طرزان ورميت كلامنا كله ورحت اشتغلت معاه. جرايه يا اخواني، وانا هقول الكلام ده 100 مره، ماني قلت لكم اني واحد زي الغرقان اللي عايز يتعلق بقشاي. بس سليمان ده مش قشاي يا غريب، سليمان ده 60 سيف على رقبتك، مش هو لوحده، هو وكل اللي زيه اللي نعرف لهم مله ولا اصل ولا دين. ارجع واقول برضو اني الغلطان. غلطان في ايه؟ اني كان المفروض انزل البت دي من عربيتها واخدها جزء اقلام على وشها. انت مجنون يا لا، اللي انت عملته ده هو عين العقل. بجد يا صالح؟ طبعا يا غريب طبعا. تفتكر واحد زي سليمان هيخلف ايه؟ ولا هيربي تربيه شكلها ايه؟ شكله طبعا. بالظبط. عيال لا تربيه ولا اصل ولا ثقافه. اقول لك على حاجه، عايز تضحك او حتى تحزن اطلع على البحر بالليل شوف العيال دول بيعملوا ايه هناك بالعربيات. ما احنا طول عمرنا عايشين في البلد وفي ناس كتير قوي عندها عربيات، وبرضك تلاقيهم كلهم ادب وذوق واخلاق. لا تفرق يا غريب، اللي انت بتتكلم عليهم دول دول ولاد البلد اللي بجد، انما اللي دخلوها عشان التهريب عشان يملك رشهم بالحرام والنصب هم دول التانيين. بقول لك ايه؟ انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص. لا لا يا صالح ما اظنش اني مش هنساه.